السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين المشاهدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم سمحوا لي على هذا الغياب الطويل، ما بقيت حطيت معكم حتى شي فيديو في القناة. واليوم ان شاء الله غادي نوجد واحد الطاجين للغدا، وقلت علاش لا نشاركوا مع المشاهدين والمتتبعين والمتتبعات ديالي. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير طواجين بالكورجيطة. اليوم راه خديت الخضرة كلها جديدة، كتشوفوا غنديرو بالكورجيطه. هنا خديت الطاجين، درت فيه اللحيمات، خديت اللحيمات اللي غندير ديال الغنمي. المهم داكشي على حسب كيبقى، اللي بغى يدير الدجاج اللي بغى يدير البقري. انا المهم غنشارك معكم الغدا ديالي كيف كتشوفوا. هنايا خديت اللحم، غنقطع هنايا هاد البصيلات نقيتهم، غنديرو كي قلنا بالكورجيطه. فباقي لنا كلشي جديد، اللحم جديد، طاجين جديد، غدا جديد، واليوم ونهار جديد. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتتبعوا معايا الطويجين، وبالصحه والراحه. وان شاء الله غنوجدوا طاجين على حقه وطريقه، اللي توحد تسمح لينا واللي يتشهى يسمح لينا. المهم تبعوا الطريقه ديال الطاجين وغادي تشوفوا كيفاش غادي نوجد هاد الطويجين. بسم الله على بركه الله، غادي ناخذ هاد البصيله. المهم راه كلشي تعرف يطيب الطاجين. بغيت نشارك معكم الطويجين ديالي ديال اليوم ديال الغدا. خديت خضرة جديدة، وقلت علاش لا نشاركو مع المشاهدين ديالي والمشاهدات. وسمحوا لي على الغياب الطويل، ما بقيت حطيت حتى شي حاجه في القناه ديالي، شحال هادي ما بقيت حطيت حتى شي فيديو. واليوم ان شاء الله بغيت نوجد طاجين الغدا، وقلت نشاركو معكم علاش لا. غير قبلوا عليا، قبلوا على الطويجين ديالي ديال الغدا، وقبلوا على التقديم. مهم دابا انا قطعت هنايا اللحيمات، البصيله، غادي ندوز باش ندير الزيت العود. انا اش كنقول لكم، غنقول لكم اش غندير في الطويجين. غندير زيت العود، غندير مليحه وليبزار وشويه التحميره فقط. فاش غادي تشحر هاد اللحيمات مع البصله وقزبر ومعدنوس، وغادي ندوز نقي هاد الخضيره. كي شفتوا غادي نديروا معها فليفله، قزبر ومعدنوس، حتى هو باقي جديد. فليفله لابدة منها، مطيشه من الفوق، والبطيطه على حسب اللي ما تيبغيش. كاين الدراري ما تيبغوش ليا الكورجيطه، غير ضروري البطاطا تكون في الطاجين. خليكم مع الفيديو. هانتوما كتشوفوا المشاهدين، هنا الطويجين ديالي كتشحر. سمحوا لي المشاهدين، راني كنصور بواحد اليد، خدامه بواحد اليد. المهم ها هو هنايا كتشحر الطويجين. انا درتو غير البوطه، ولكن الا درتو على الفخير غادي يكون احسن. ولكن كتعرفوا الوقت كتكون مزروبه وداكشي، الوليدات كيكونوا في المدرسه كيبغوا غداهم، كيبغوا داكشي يكون مسربي. انا درت غير البوطه، ما هو الفاخر غادي يكون حسن. المهم هنايا انا درت داك زدت هنايا داك القزبور، ودرت العطريه، درت واحد شويه الخرطوم. كتعرفوا راه الطاجين ما كيبغيش قوت العطريه، ما كيبغيش العطريه بزاف، ديك السكنجبير وداكشي مع الطاجين كتعرفوا كيكون عقلي، ماشي بحال الكوكوط، بحال الماكله ديال الكوكوط. الطاجين اللي بغيتي يجيك لذيذ ويجيك زوين، ما تقويش في العطريه، ديري مليحه على حسب الذوق ديالك، غير شويه باش كيتقلى اللحم في الاول مع اللحيمات ومع ديك البصيله. صافي كديري شويه الابزار، شويه الخرقوم، صافي، وشويه التحميره. انا هادشي اللي كندير في الطاجين، وراه كيجي لذيذ، ما نعاودش لكم. المهم راه عندي انا الطويجنات مطيبهم في القناه، دايره حاطه طويجنات في القناه. المهم انا فين ما خرجت هكا شي خضره جديده وداكشي، كنبغي نشارك معكم الطاجين بديك الخضره اللي كنطيب في الطاجين. ومازال ان شاء الله غادي نشارك معكم الطاجين غير بالخضيره، كيجي لذيذ شهوه منه والله، وكيجي صحي، يعني راه احسن من هذه الحمره. غير حنا ولفنا اللحم نشوفوه في الطاجين، ما راه احسن حاجه هو الطاجين بالخضيره، كيجي غزال بالخضره منوعه. المهم خليكم مع الطويجين، ها هو كيتشحر، غندوز باش نقي ديك الخضيره ونرجع معكم ان شاء الله. دابا هنا الطاجين راه كيتشحر كي قلت لكم، غادي ندوز باش نكمل الخضره. هنا راه نقيتها، نقيت هنايا هذه الفلفله، قطعتها، غنزيد مازال نقطعها نقسمها من النص. قطعت البطاطا مطيشه، الكورجيطه درت هنايا غير خمسة الحبات، كربتها شويه من الفوق. المهم انا كيف لكم بغيت نشارك معكم الغدا ديالي الطاجين، نتمنى يكون يبان لكم. انا ما بقيتش كيفاش نصور، غادي نديرها بحال هكا. انا كي اللي كيديرها طول، انا غنغسلها بحال هكا القليب ديالها هكا.
هكا. كاين اللي كيبغي يديرها طول، كيبغي يقطعها هكا طول طول على طول، عفوا طرونش. انا لما انا كنقطعها هكا، كندير هكا. راه باقا جديده تبارك الله وطريه صافي. كنبقى نقص لها شويه هاد القلب ديالها، ها شويه بحال هكا، ونزيد كلها تنقطعها بحال هكا. نتمنى نكون ما طولتش عليكم الفيديو المشاهدين ديالي، المشاهدين العزاز اللي كيدعموني وكيزيدوا بينا القدام، وحنا راه بلا بيكم راه ما نتحركوش من بلايصنا. حنا بلا بيكم والمشاهدين والمشاهدات راه ما نتحولوش من بلاصتنا، يعني راه نتوما اللي كدعمونا وانتوما اللي كتزيدوا بينا القدام. ولا كانت هكا طويله تاني غتجي من دايره بزاف، كنقسمها هكا. حنا بلا بيكم ما نزيدوش القدام، يعني نتوما اللي كدعمونا وانتوما اللي كتشجعونا. صافي هنا المشاهدين كتشوفوا هي الخضره نقيتها، قديت الكورجيطه، قطعت الفلفله، غادي ندوز نشوف الفلفله تاع الشحره. انتوما راه اي يبان لكم الطاجين بدا كيتحرق كم جناب، راه غير كيتشحر. صافي وغادي ندوز باش نبدا نهز الخضره، راه مشتشحر من يبان لكم. ما عرفتش نخدم بواحد اليد نصور بها. المهم غادي ندوز باش ندير هاد الخضره كلها في الطاجين، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. صافي خوتي خواتاتي، راه وقفت الفيديو حتى صدفت الخضيره في الطاجين، الكورجيطه والفلفله والبطاطا. صافي درت الفليفله، درت مطيشه، درت الفلفله، درت شويه البزار من الفوق، ومليحه ضروري مليحه وشويه البزار من الفوق. انتما خوتي خواتاتي راه واخا كتشوفوا راه ما محرقش، داك اللون غير ديال التحميره، وداك اللون مع الطاجين جديد ما محرقش. انا الحمد لله بكرت ما كنطيب الطاجين مابقاش كيتحرق لي الطاجين، وديما الواحد ينقص البوطه، ديما البوطه تكون على المهل. ايوا المهم خليكم مع الطاجين ديالي حتى يوجد ان شاء الله، وغادي نوري لكم في التقديم فاش كيطيب فاش غادي يطيب ان شاء الله. يلا مع السلامه. واخيرا المشاهدين والمشاهدات ديالي، ها هو الغدا طاب، الطاجين كيف وعدتكم الى طاب غادي نوري لكم، هانتوما قولوا لي كي جاكم. المهم ها هو تقاعد، خصو غير يبرد. المهم مشاهدي ومشاهدات ما نطولش عليكم، اللي عجبو الفيديو ديالي الطاجين بالكورجيطه اولا القريعه مع الفلفله والبطاطا، ولكن الاساس الطاجين هو اليوم الطاجين بالكورجيطه. اللي عجبو الفيديو ديالي ما ينسانيش من الدعم، خلوا لي شي كومونتير يكون زوين. ومع السلامه الى طاجين واحد اخر ولا فيديو واحد اخر. باي باي عليكم، كنحماق عليكم، مع السلامه.